ايه يا حسن، هنقعد كده يعني؟ قاعدين مستنيين عليه كتير، هو هيتاخر. يا عم ابراهيم مش هتاخر، بقول لك ده وصل مشوار رفيع كده وجاي على طول. رفيع لغايه فين يعني؟ هنا جنبنا لحد تركيا. تركيا وهي تذكرتها رخيصه دي؟ انت معاك كام يا عم ابراهيم؟ معايا 450 اهيف. طالما اهيف كده انت لازم اتعامل معاك الصح. بص يا عم ابراهيم، انت توصل لها ماشي اوفر لك. ماشي ليه؟ هي قريبه كده؟ بقول لك جنبنا هنا يا عم ابراهيم، ده يا دوبك فركه كعب. قوم بس معايا وانا اوريها لك على الخريطه. فضل. ماشي يلا. هو هيوريني ال ده كان هنا. ايه ده؟ هو راح فين؟ قول يا حسن، انت قول. شفت الواد؟ من فضلك تعمل لي مغادره عشان طالع تركيا دلوقتي حالا. يا واحد لا مؤاخذه يا باشا، حضرتك مسافر تركيا؟ ان شاء الله. ايه خدمه؟ اتفضل اتفضل. انت اي خدمه حضرتك؟ الله يخليك، عدم مؤاخذه يعني، اصل انا فهمي على قدي. تركيا دي بعيده؟ لا حضرتك قريبه، انا بروحها بالعربيه الفور باي فور بتاعتي. وحضرتك يعني مؤاخذه بتروح تركيا دي كتير؟ انا عندي حضرتك بيزنس هناك. ربنا يخليه لك ابنك الصغير، مش كده؟ لا حضرتك، ده عندي مشاريع هناك. ربنا يزيده ويبارك. طب سيادتك، انا معايا باسبورت، ممكن تاخدني معاك؟ اوكي، بس في مشكله صغيره. مشكله ايه؟ التاشيرات حضرتك. بس انا عندي الحل. خير ان شاء الله. اكلم لك السفير حضرتك يجيب لك التاشيره بس بعد دفع الرسوم. والرسوم دي تطلع كام؟ 1000 جنيه بس. معلش بقى، ملناش نصيب الظاهر، انا معيش غير 450 جنيه. ولا يهمك، عشان انت طيب برضه هكلم السفير يجيب لك نص تاشيره وب 400 بس. ماشي، اتفضل حضرتك ال 400 جنيه اهم. اهم. شكر ليك قوي يا باشا. شكرا. لحظه بقى، هكلم السفير واجيب العربيه من بره واجي لحضرتك. انا قاعد اهو، مش همشي. قاعد. احسب الليلتين والبطاقه لو سمحت. شكرا. لا بس انا طلعت ناصح برضه، عرفت اطلع ب 50 جنيه. يا حبيبي قبل ما تعمل أي حاجة استنى لما تشوف البنك هيرضى يسلفك ولا لأ. وحتى لو ما سلفنيش ياما، ما هو أنا كده كده لازم أجيب بضاعة وأعمل المشروع اللي في دماغي. أنت مش عاوز تاكل ليه؟ ما بعرفش آكل ودماغي مشغولة. ليه؟ هتصوم؟ لا، الأكل ماله ومال الشغل؟ هتنحل إن شاء الله، وإذا كان على الفلوس أنا هدبرها لك والله من كل واحد أعرفه هستلف منه. يا أما ده مبلغ كبير قوي. طب يا ابني ابتدي على قدك. عامة أنا لسه ما شفتش بقية البنوك. ربنا يا ابني يفتحها في وشك ويفتح لك الأبواب المقفلة. يا رب يا أما. أنت قلقان ليه بس يا علي؟ مش المحامي طمنك وقال لك ممكن تاخد سلفية من البنك طالما بقى عندك شركة وسجل تجاري؟ أيوة بس أكيد هتطلبوا مني ضمانات، وأنا ما عنديش أي أصل ثابت ولا أي ضمانة أديهولهم. بقول لك يا علي، انت ما جربتش مع اي بنوك في مصر؟ ما هي البنوك دي لها فروع هنا، وطالما شغلي هنا في بورسعيد يبقى اتعامل مع البنوك اللي هنا احسن. طب بص يا علي، انا عندي فكره، بس لو مؤاخذه يعني يا سمكه ما تقول يا عم بقى. ماين مع مديحه. يعني ايه ماين مع مديحه؟ يعني تروح لها تصالحها وتطلب منها فلوس سلف بنفس مواعيد وشروط البنك وتسددها لها وتخلص من الحكايه. انت غريب قوي يا حسن، احيانا بتتكلم معايا كانك ما تعرفنيش. انا برضه هعمل كده. ايوه يا حسن، علي مش ممكن يعمل حاجه زي دي. يا اما من زمان كنت رهنت البيت اللي ورثته عن المرحومه امي واديت لعلي الفلوس. ربنا يخليك ليا يا سمكه، انا عارف ان انت جدعه قوي. ربنا يخليك ليا يا علي. يا عم الرومانسي، يبقى كده مفيش قدامك غير البنوك.